الماء حي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، اليوم 21 من شهر جماد الآخر من عام 1434، وفي مكان يعتبر صرح من صروح العلم، فتح أبوابه لطلاب العلم لكي ينهلوا من معينه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للقائمين عليه وعلى رأسهم فضيلة الدكتور خلدون الأحدب، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء على حسن استقباله وحرصه على طلاب هذه الجامعة في جامعة مكة المفتوحة، إذ نزف بإذن الله تبارك وتعالى نتاج مما تنتجه هذه الجامعة المباركة في موضوع تمس الحاجة إليه، وهو ما يتعلق بضبط المسائل الطبية ورد الفروع إلى أصلها بالضوابط التي ضبطها العلماء تحت مسمى القواعد الفقهية، برسالة موسومة بالقواعد الفقهية في الفقه الطبي، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير للباحث أمين بن علي بن أحمد الصبحي، الذي جد في هذه الرسالة واجتهد وأعد الرسالة الطالب فيما نحسب أنه من الطلاب الحريصين وطلبة العلم المجتهدين. فأول ما ابتدأ في الموضوع قلت له احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن أراد الله بي وبك خيرا نالت هذه الرسالة قبولا في الأرض، لأن الحاجة إليها ماسة. فقلت له استعن بالله جل وعلا وأخلص النية حتى وإن لم تنل هذه الدرجة، لكن اطلب ما عند الله جل وعلا. وجدت الطالب على حرص وخير كثير فيما نحسب، والله حسيبنا وحسيب. ومن فضل الله جل وعلا حتى يكتمل هذا العمل وهذا الخير ويزدان فضله ويعم خيره، كان من فضل الله جل وعلا أن هيأت هذه الجامعة المباركة لمناقشة هذه الرسالة عالمين فاضلين أجزل الله لهم المثوبة. فشرفنا أن يكون ممن يناقش هذه الرسالة ويبدي المرئيات والملحوظات وتصويب الخلل والزلل في هذه الرسالة من الأعلام المباركة التي يشار لها بالبنان، وهما الأستاذ الدكتور خالد العروسي من جامعة أم القرى، والأستاذ حامد الجدعاني الأستاذ المشارك المنتسب حاليا أو قريبا في جامعة أم القرى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على قبول مناقشة هذه الرسالة، وأن يكتب لنا ولهم أوفر الحظ والنصيب مما يبديانه من ملحوظات ومن تسديد للخلل،
لا أريد أن أطيل عليكم، فالآن أترككم مع الطالب يبدي لنا ملخص لهذه الرسالة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أساتذتي الفضلاء، مشايخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذا شرف عظيم لي أن أقف بين يديكم، وحقيقة هي مسؤولية عظيمة في كل كلمة أقولها، كيف لا وأنا أقف بين أعلام العلماء، كان لهم قصب السبق وكانت لهم يد الطولة في كل خير وفي كل علم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علومهم وأن يجزل لهم العطاء. هذه الدراسة لها أهمية قصوى في مجالنا وفي حياتنا، فهذه قواعد مهمة عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وذلك في كلام يقوله نفيس بن الإمام الضرفي رحمه الله، قال: فمن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، فانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب من مناها. أيضا يبين ابن رجب قيمة القواعد فيقول: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أحوال المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، تنظم له المنثور من المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب. عموما هذه الدراسة نجمل فوائدها، أقصد أهمية القواعد، أنها تضبط للفقيه المسائل، فهي وإن تشعبت أفرادها إلا أن لديه زمامها فيستطيع أن يلم شعثها وأن يستحضر أحكامها، وهي أيضا تمكن الفقيه من معرفة الأحكام بمسائل جديدة، وذلك بتطبيق القاعدة والنظر في مدى انطباقها على المسألة، وأن معرفة القواعد يحفظ الفقيه من الوقوع في التناقض، وهي تعين بلا شك في معرفة مقاصد الشارع الحكيم. وأما ربطها بالفقه الطبي فلكثرة الجديد وتلاحق المستجدات التي لم تكن من قبل في المجال الطبي، فتحتاج إلى النظر الشرعي والحكم الفقهي، فإن لم يجد الباحث نصا صريحا في الواقعة فلن يعدم قاعدة فقهية يستبين من خلالها حكم المسألة. وأيضا حاجة الناس الملحة إلى الطب لا بد لهم من معرفة أحكامه، ودراسة القواعد من أعظم الأمور المعينة على ذلك. وعادة ما تتشعب الآراء وتتباين في القضايا ومنها الطبية، فتأتينا الحاجة إلى البحث عنها وعن أصلها وعن حكمها وعن بدائلها في الشرع المطهر، ويقع الممارسون للطب في ربكة وحيرة في أضيق الأوقات، وذلك في غرمة العمليات أحيانا، لذا يلزم
إعداد الطبيب مسبقاً بإعطائه برامج شرعية مركزة خاصة في القواعد الفقهية لكي يرجع إليها. ولا شك أن المحاكم واللجان الشرعية تمتلئ بالقضايا المتنازع عليها بين الأطباء ومرضاهم. مثل هذه الدراسات أقول تثقف الطبيب والمريض على حد سواء، ويعرف كل واحد منهما ما له وما عليه. وبتجميع القواعد الفقهية في الفقه الطبي في ملزمة واحدة، هذا فيه تسهيل للباحثين وتقريب للمنقبين في كتب القواعد عن أحكام النوازل، ودحر المفتريات الزاعمة بأن الشريعة والتمسك بها سبب للتخلف عن التقنية وعلومها. ففي كشف القواعد الفقهية واستيعابها للمستجدات الطبية أعظم دليل على بطلان هذه المزاعم، كيف لا والأطباء الذين مضوا، المبرزون منهم والعالمون منهم، كانوا يجمعون مع علمهم الطبي العلم الشرعي، فلذلك فاقوا في علومهم الدنيوية وفي علومهم الأخروية، فكان لهم قصد السبق وكان لهم التميز. وفيه أيضا تسهيل للعامة، والمقصود بالعامة من لا يريد العلم الشرعي ولو كان قد أخذ أعلى الشهادات، فلذلك هو في العلم الشرعي يعتبر من العامة، فلذلك فيه تسهيل لهم ممن لم يألفوا هذه البحوث فينظرون عن أحكام الشرع فيها. هذه حقيقة بعض الفوائد من هذه الدراسة، وهذه الدراسة يعني تناول الباحث فيها 38 قاعدة وضح علاقتها بالطب، ثم بعد ذلك بعض التطبيقات التي تلحق بهذه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. إن أذنتم كل الشكر والتقدير بعد شكر الله تبارك وتعالى لوالدي جزاهم الله خيرا. أقولها دائما وفي كل حال وفي كل مكان، فلهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى على كل نفس أتنفسه، فجزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. فوالله لو قضيت الوقت كله تحت أرجلهما لما وفيتهما معشار حقهما. ثم الشكر لهذه الجامعة المباركة التي هيئت لنا أسباب البحث ويسرت لنا سبله، وخاصة لغير المتخصصين ابتداء، فلذلك كل الشكر والتقدير لهذه الجامعة المباركة ممثلة في فضيلة رئيسها الشيخ الدكتور علي بن حمد العمري، وفضيلة العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور خلدون الأحدب جزاه الله خير رئيس المجلس العلمي للجامعة، والذي كان لي لقاء معه في أول مرة أتيت، والله لا أنسى تلك الكلمات المباركات التي تفضل بها علي، والذي وجهني فيها توجيها أبويا من عالم فاضل بين ووضح المسالك والأمور والمقاصد، وهذا من أعظم الأمور المقاصد. ثم شكرا جزيلا ودعاء خالصا للأعلام لعلمائنا الأفاضل جزاهم الله خير، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد العروسي وفضيلة الشيخ الدكتور حامد الجدعاني جزاهم الله خيرا على ما تفضل من قبول المناقشة وإبداء الملاحظات
وبالله إني لأدين لهما كثيرا بقبولهما هذا، وحقيقة أعتبر اعتبارا عظيما بتوجيههما وما سيكون منهما جزاهم الله خيرا. ولا أدري حقيقة كيف أستطيع أن أفصح عن امتناني وشكري وتقديري لفضيلة شيخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن مطيع العجالي حفظه الله، الذي والله بذل لي وقته وفكره وفتح لي قلبه قبل بيته، فقد والله أزعجته كثيرا بالاتصال أحيانا وبالزيارة أحيانا في أوقات يستجم فيها الإنسان ويرتاح، ولا أجد إلا قلبا كبيرا وإنسانا متواضعا جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء. ولا أقول إلا كما قال الأول: تراه إذا جئته متهللا فأنك تعطيه الذي أنت سائله. جزاك الله خيرا شيخي الكريم على فضلك وعطائك. لا يفوتني أن أشكر الإخوة الحضور على حضورهم، وقد تجشموا أعناء السفر من بدر إلى هنا بغية مشاركة أخيهم في هذه الفرحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها وأن يجعلها منار خير وطريق خير وسبيل رشد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الباحث على هذه المقدمة. أما الآن فإننا نترككم مع شيخنا الأستاذ الدكتور سلالة العلم والفضل الدكتور خالد العروسي، فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيطيب لي في هذا اليوم المبارك أن أزور هذه الجامعة، فهي جامعة مكة المكرمة، وألتقي بشيخ وأستاذي الأستاذ الدكتور خلدون حفظه الله ورعاه. وكذلك تشرفت اليوم بلقاء الأخوين الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز والدكتور حامد. موضوع اليوم أو الموضوع الرسالة هي القواعد الفقهية في الفقه الطبي، دراسة فقهية تقصيدية تطبيقية. وشرفني أو شرفتني جامعة مكة أن أكون أحد المناقشين لهذه الرسالة، ولعلي أثني على ما ذكره فضيلة الدكتور عبد العزيز على حاجة الناس للربط بين الأصول وبين الفروع، أقصد الأصول سواء أصول الفقه أو القواعد الفقهية، فهي بالاعتبار بهذا الاعتبار أصول، لا سيما في النوازل، لأن البون أصبح شاسعا بين التأصيل وبين التطبيق، وإذا ورد التطبيق فإنه غالبا ما يطبق في قضايا أو مسائل فقهية قديمة أشبعت بحثا ودراسة، فأن تأتي دراسة على هذا النحو فيكون فيها التأصيل وهو إرجاع هذه المسائل إلى أصولها وإلى قواعدها من المسائل المستجدة أو النوازل المستجدة لا سيما في المجال الطبي، فهذا أمر لا شك يحمد عليه الباحث وكذلك المشرف. لقاؤنا اليوم هو لبيان المآخذ على هذه الرسالة، لكن قبل ذلك لابد أن أذكر ولو من باب الاعتراف بالفضل لأهله وليبين جهد الباحث أن أبين مزايا هذه الرسالة. حقيقة الميزة الأولى يعني للرسالة هي الاستقراء الجيد بل الممتاز للمسائل أو للنوازل الطبية، ولم يكتف الباحث بذلك بل شرح هذه النوازل والقضايا الطبية شرحا موجزا حتى خلته طبيبا،
ولا أدري والله هل له يعني صلة بالطب أم لا، لكن الشرح يعني في كثير من المسائل كان يعني شرحا يعني بفهم. هناك أحيانا ربما ينقل من مصدر ينقله على علاته، وربما ينقل وتجد نفس الباحث بفهم هذه المسائل الطبية، وهذا ما وقفت عليه من الباحث وهذا يحمد له. كذلك الاستيعاب التام للقواعد الفقهية الأصلية والفرعية، واجتهاده في كثير من هذه المسائل الطبية وإلحاقها بهذه القواعد، أقول قد وفق الباحث فيها توفيقا دليلا. كذلك من ميزات هذه الرسالة قلة الأخطاء النحوية والمطبعية والإملائية، موجودة لكنها قليلة، مما يدل على عناية الباحث على مراجعة رسالته. هذه الميزات الإجمالية للبحث، لكن كما ذكرنا المقصود من المناقشة هي بيان المآخذ على هذه الرسالة، ولعلي أذكر ما المآخذ على وجه إجمالي. أولاها الذي استوقفني حقيقة هو هذا التعبير الفقه الطبي، القواعد الفقهية في الفقه الطبي، ثم وجدت أنه الباحث يقصد بالفقه الطبي هي النوازل الطبية، الاستنساخ والعمليات الجراحية وكذا، فما أدري ما السبب في تسميته بهذه القضايا الطبية الصرفة بأنها فقه طبي. هي مسألة إجمالية لكن أحب أن أستضيفها قبل أن أبدي يعني أن أبدي ملاحظات فيها. يا شيخ هي عموما تدخل في قضية الطب والفقه الطبي الأمور الفقهية الجميلة أنها تختص وتتصل. العنوان يعني يفترض أن يصور الواقع لا يعطي حكم، وصحيح ممكن بعد أن تعطي لهذه القضية حكم أن يقول الله ترى مسألة فقهية شرعية لأنك أعطيت حكم، لكن العناوين يراعى فيها أن لا يكون الحكم مسبقا، ما تقول ترى هذه مسألة فقهية طبية، أنت تذكرها وقد عبرت في عدة مواضع قلت النوازل الطبية المسائل الطبية، ففيما أرى أن التعبير بالفقه الطبي يعني لا يستقيم مع واقع حال الرسالة، أو لا يقال النوازل الطبية أو القضايا الطبية. الاستنساخ مسألة، ما الاستنساخ؟ أنا أسميها نازلة طبية، لكن ما أقول هذا في هذا من الفقه الطبي. بعد أن تعطى حكما شرعيا ربما يلحقها بالفقه الطبي أو بهذا المصطلح، أما قبل ذلك ففيها يعني فيها نظر. كذلك وجدنا تكرارا في بعض المواضع لعلنا نقف عليها ان شاء الله تعالى في حين التعرض للملحوظات التفصيليه. غالبا المبحث الثاني في كل المسائل او في كل المباحث تذكر علاقه هذه القاعده بالفقه او بالمسائل، والغالب أن هذه العلاقة إنما تذكر لها أمثلة فقهية، فهو تكرار في مجملها، تقول العلاقة بينها وبينها ثم تذكر أمثلة، ثم إذا جئت إلى المبحث الثالث وهو التفريع ذكرت نفس هذه التفريعات، وربما أحلتنا على المبحث السابق، ففيما أرى أن هذا المبحث كان يعني زائدا في رسالتك ولم يكن له. كذلك ربما قد أثنيت على الباحث وذكرت أنه كثير قد وفق في كثير من هذه المسائل في إرجاعها إلى أصولها وإلى قواعدها، لكنه تكلف في البعض، ولعلنا نقف يعني على هذا البعض في خلال القراءة التفصيلية. قبل أن أنتقل للملحوظات التفصيلية لعل لك وقفة فيما ذكرته الملحوظات هذه سأسردها حسب ترتيبها لا حسب أهميتها، على حسب ترتيب الصفحات، فربما كانت ملحوظة يعني في نظري أهم مهمة يعني أرجوها على حسب الترتيب. نبدأ يا شيخ، ونعرف أن يعني جامعة مكة موعد محدد وألا يزيد
المناقشة على ساعة لعلي إن شاء الله ألتزم بها، وإن تجاوزت فيمكن الدكتور عبد العزيز الدكتور خالد. صفحة 25 يا شيخ. الآن بصدد تعريف القواعد الفقهية ليس كذلك؟ ذكرت وعرفها العلامة التفتزة وجعلتني في حيرة من أن شكيت وقلت هذا، فلما رجعت فقلت لعله عرف القاعدة الفقهية في هذا الكتاب الأصول. فإذا هذا التعريف الذي نقلته هو تعريف للقاعدة الأصول لا القاعدة الفقهية، فلعل لك وجهة نظر أن تبينون القاعدة. لا شك أن هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ومراجعها كذلك تختلف، وتوثيقها كذلك يختلف. أنا ما أوثق قاعدة فقهية من كتاب أصولي، وإن تشابهت من حيث يقال القاعدة الكلية، لكن من حيث التوثيق التفتزاني أصولي. وربما قد يورد أحيانا في ثنايا كلامي تعريفا لعلم آخر فيه، لكن لما رجعت إلى المرجع الذي ذكرته إذا هو تعريف للقاعدة الأصولية لا للقاعدة الفقهية. يا شيخ في شيء؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. أنت وعدتنا جزاك الله خير يا شيخ أمين في المقدمة، قلت أنا بالنسبة للترجمة سأترجم يعني ترجمة موجزة، فظننت أن الترجمة الموجزة سطرين أو سطرين ونصف، فإذا التراجم الموجزة هذه تصل إلى 12 صفحة وهي كثيرة كثيرة. شوف هذه الصفحة، هذا الذي ذكرت أنا أمشي الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبعضها يصل إلى 12 صفحة. هذه ما صارت ترجمة موجزة، ترجمة موجزة في سطرين ما يزيد على ذلك. فإما أن تعود إلى ما وعدتنا به فتمحوه، أو عاد ترجع لهذه التراجم فتبدأ. صفحة 28 لعل هنا خللا قلت وكذلك تقرأ يا شيخ أمين وكذلك السيوطي. نعم قال وكذلك السيوطي تبعهم في ذلك وقال الضابط يجمع فروع الضابط واحد خمس الضابط واحد. طيب هذا 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 الأوفق للسيوطي، هذا هذا الأوفق للسيوطي. صفحة 30 الفرق بين الضابط بين الضابط والقاعدة، لكنك تتبعت الإمام ابن رجب. حبذا لو تقرأ يا شيخ. أولا على أربعة فروع. لا 30 صفحة 30. وأيضا نعم الإمام ابن رجب رحمه الله نجده يورد هذا المعنى كقوله القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم منفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظفر. وهذا العنوان في الحقيقة يمثل ضابطاً لا قاعدة. أنت استدللت على أن الإمام ابن رجب يعني ربما أطلق يسمى القاعدة على الضابط، أليس كذلك؟ يعني نفرض جدلاً أن هذا صحيح. الآن ابن رجب له أكثر من 200 قاعدة، هل أنه انخرمت قاعدة واحدة؟ قاعدة واحدة من 200، هل أستطيع أن ألزمه وأقول ترى والله لا يفرق الإمام ابن رجب لا يفرق بين القاعدة وبين الضابط فكيف فالأمر سريان جدا؟ يعني تحتاج إلى استقرار أكثر من مسألة يا شيخ، مسألة واحدة ما تكفي. أقول هذه المسألة الخالدة لو سلمنا لك جدلا، يعني إذا انخرمت عنده قاعدة من 200 قاعدة أقول إما سهو إما خطأ وإما كذا، لكن ما تستطيع أن تقول فمن تنسب له أنه لا يفرق بين القاعدة وبين الضابط إلا إذا استطعت أن تستقري من كتابه القواعد فتأتي مثلا 7 8 10 من هذه التي لا يفرق سلمنا لك يا شيخ. لكن قاعدة هذه إذا سلمنا ومع ذلك يا شيخ يعني أنت قلت وهذا العنوان في الحقيقة جزمته يمثل ضابطا لا قاعدة، هذه المقدمة. لكن هذه المقدمة ولكن هذه تحتاج إلى دليل، ما أردت لنا دليلا، يعني أطلقت الكلام ورسلت المتنطر. هذه التي ذكرها هي في الحقيقة ضابط وليس قاعدة، ثم تركت مؤونة البحث والتنقيب والتعب القائم المسكين، وكان حقك
حقنا عليك هذا المؤمن تذكر تقول والله كذا كذا مع ذلك. وهذه الحقيقة يا شيخ أمين حين رجعنا وجدناها أنها قاعدة وليس ولعل المسائل التي تأنيت وقرأت كلامي برجل وجدت أن المسائل التي أدرجها اتفقنا أن الضابط ما كان من باب واحد هذه المسائل التي تجمع من باب إذا كان قاعدة من أبواب متفرقة ليس كذلك؟ أو في باب الطهارة قال إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقل بالوضوء هذه في باب الطهارة باب الصلاة لو أضاء أو عفوا باب الطلاق لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت عند باب الطلاق وباب العتاق وباب الظهار هذه أربعة أبواب. باب الصلاة لو كان جيبه أي جيب المصلي واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره أنه يكفيه في الستر هذا باب الصلاة هذه أربع أبواب من أبواب متفرقة فحتى هذا المثال الذي أردته يعني أول دعوة التفريق لا تستقيم لك يا شيخ لك أغفر في هذه نمضي جزاك خمسة وثلاثين يا قواعد الفقهية والتعليم لا يزال الجميع
هذا شأن الأدلة كلها حتى أصول الفقه. ما هي أن يكون أصول الفقه مثلا هو قواعد الأصول بإجماع أهل العلم يقولون به، لكن إذا قلت يقولون به ما يعني أنهم يسلمون كل القواعد، من القواعد المقبولة ومن القواعد المقبولة ومن القواعد الضعيفة، لكن ترى غلط. هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية والضبط دليلا شرعيا نستند إليه؟ قلت مقتضى قول فلان الجويني والدقيق عليه عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الكلية والضوابط الفقهية، وهذا كلام ينقض أوله وآخره. خلاص يا شيخ أمين؟ هذه تحتاج الله يحفظك إلى إعادتها. أنت ذكرت في أكثر من 81 96 123 ذكرت نقلت الإجماع إجماع أهل فلا معنى. طيب صفحة 90 ذكرني يا دكتور خالد الله يحفظك. في مسألة القاعدة الأمور بمقاصدها. دان طبعاً أنا نقول أما هذه الفصل بين الجمل يا شيخ نقول أما الفصل بين الجمل فقل أما أمير فطالب جد مجتهد وأما فلان فكذلك. إذا قلت أما معنى أن ثمة فاصل آخر، لكن شو أنت الآن ما يعني أخشى أن يكون ثمة صرف هذا وأما الجراحة التحسينية. فإذا كان القصد منها تغيير الملامح للتشبه بأحد ما أو مجرد التزيين كذا كذا قال فقلت فهذا كله لا يجوز لما فيه من تغيير ولما فيه لمعبد للجسد بدون هدف مشروع وربما عرض نفسه للتلف. وأنا ننتظر نسمع الفصل الآخر. ما ذكرته ما ذكرته شوف وقفت. فالتقسيم هنا أما جراحة التحسين إذا كان القصد تغيير الملامح والمبتوى الأسياق وأخشى أن يكون ثمة سقط هنا، أما إذا كان القصد منها عدم تغيير الملامح أو كذا وكذا فتتم فأخشى أن يكون ثمة سقط. اثنين اثنين واحد وهذا ربما يعني يؤكد لي أن هنا ها هنا سقط يا شيخ ما في واحد اثنين ما في واحد هنا يا شيخ الجراحات التجميلية عمومها هذه كلها أشياء داخلة تحتها كل هذه كلها تجميلية اثنين هذا التطبيق الآخر شوف ثلاثة الصفحة التي تليها أنا ما فهمتها وقلت على الشيخ أمين وإن كان على الحقيقة أن المسائل الطبية التي كان يريدها شرحها شرحا ممتعا موجزا يكفي الانتفاع بالجنين الميت كيف انتفع لكن ترى بأخذر ما فيها الدكتور أحيانا يعني من جسمه والله أنا أخشى أن تكون هنا في شيء الانتفاع بالجنين الميت يعني ربما يعني الاطلاع على المسائل الطبية ربما كان أوسع لكن الجنين الميت فيما أعلم أنه يؤخذ لأنه يؤخذ من الشيخ النزعة هذه في مسائل طبية يعني في علاجات وكذا إذا كان الأمر كذلك توضح لنا إذا بالفعل كان يعني الجنين الميت في بطن أمه يستفاد منه وينتفع به كان حقا عليك أن تذكر هذا يذكر بعض لأن ما 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 تبي 110 قلت في قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وضربت مثلا بانتحار المريض بأخذ بعض العقاقير قلت
ستحل هذا الميت من أشياء شيخ من تعجل شيئا قبل أوانه وعوده لحرمانه. هذا المريض الذي استعجل قتل نفسه لأخذ الأدوية ستحرمه مما من الأجل الشيخ على ما يترتب على عليه من الصبر وكذا ربما يقول والله على كل حال هذا المخرج طيب لكن هذا المخرج لكن احنا الفقهاء يبحثون يعني في المسائل الفرعيه العمليه الدنيويه لكن هذه يعني سواء كان مريضا او غير مريضا سيحرم الاجر وبعدين حتى هذه ما تقطع بها يا شيخ حتى يعني اذا دخلنا في المسائل العمليه حتى ما تستطيع ان تقطع وتقول هذا المريض الذي تعجل او انتحر والله انه من اهل النار المعين هذا ما تستطيع حتى هذه يعني المخرج هذه فيه نظر. طيب بالنسبه للطبيب الله يحفظك الطبيب قلت كذلك ربما قد يحدث ان يعين الطبيب ان يعين على القتل طبيبه ستحمل الطبيب اذا تعجل يعني من تعجل شيئا عقبا تحمل الطبيب من اشياء أجرته يعني الطبيب بمصلحته يعني إذا أردنا أن ندخل الطبيب بمصلحته أن يبقيه تحت الأجهزة المنعشة هذه يعني أطول فترة ممكنة حتى يأخذ لكن هذه ممكن إذا كان الطبيب واردا إذا قيدتها بالي ربما يعني يستحق أما أن يعني أن نقول والله الطبيب هذا تعجل قتل هذه المريض فنحرمه قدرته يعني ربما لكن على وجه بعيد على وجه بعيد طيب 122 الله يحفظك يا شيخ حبيبي في قاعدة طبعا لا شك هناك قواعد فقهية تلتقي مع القواعد الأصولية يعني قلت الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة ثم عرفت الأصل بأنه ما يبنى عليه الأساس الشيء لكن في هذه ربما أظن أنها تستقيم يا شيخ ما يخفى الأساس الأصل يطلق على ما تفضلت به الأساس والقرآن ويطلق كذلك على الدليل التفصيلي نقول الأصل فيه قوله تعالى الأصل فيه قوله صلى الله عليه ويطلق كذلك على الشيء المستمر القاعده المستمره فها هنا اذا قلنا الاصل في الاشياء الاباحه الاصل هي براءه الذمه بمعنى الشيء القاعده المستمره الذي لم ياتي شيء يغيرها او يرفعها وليس المقصود به القاعده الاصل وهذا ينطبق كذلك على ما ذكرته في الاصل في الاشياء الاباحه فانك عرفت الاصل بنفس الشيء يعني الأصل في الأشياء الإباحة بمعنى الشيء المستمر الأصل في الأشياء الإباحة بمعنى القاعدة المستمرة الذي لم يأتي دليل يرفعه أو يغيره فنقول الأصل فيه الإباحة فهذا المعنى يعني الأصل لا يستقيم مع هذه القاعدة فيما أرى إذا ذكر لك رأي ثاني يا شيخ فإذا صنع من حيوان مأكول اللحم وقد ذكي
زكاه شرعيه او من جلود الاسماك فيجوز استخدامه. فما عاد ينفع ادراجه تحت هذا الاصل ان ثبت دليل وهو القياس. وقلت اما اذا استخرج من جلود الميته من مأكولات اللحم او من جلد الخنزير فقد وقع فيه خلاف. فهذا التعليل دليل يا شيخ فما عادت هذه القاعده فيما رايت ما عادت هذه القاعده تاتي في هذا الموضوع. القاعده تصف الاشياء بعد اذا لم يكن ثمه دليل. فاذا جاء دليل جزئي على هذه القضيه الجزئيه ما يستدل بهذه القاعده. سليم يا شيخ اذا قلنا انه يصنع من هنا ومن الاضطرار لا يبطل حق الغير. ثم ضربت مثلا او مساله في اعاده يد المقطوعه هل يجوز اعاده يد المقطوعه؟ اما في القصاص فاسلمها لك. بمعنى اذا قطعت يده قصاصا. لا اما في السرقه فهذا موضوع الاخذ والرد معك يا شيخ. قلت قد يقع الشخص تقرع يده في سرقة مثلا أو في قصاص فيرد السؤال هنا هل يجوز لهذا الجاني إعادة يده المقطوعة؟ ثم ذكرت التفصيل قلت المقصود المثال في السرقة لا في القصاص، القصاص سليم لكن في السرقة بعد المراجعة وجدت أن يكاد يكون اتفاقا بين الإمام ثم رواية مرجوعة أن السارق يسقط حق المسروق منه إذا رفع أمره بالحاكم مع المحافظ حتى قبل أن يقيمه. إذا رفع أمره بالحاكم ثم جاء صاحب يعني المتاع الذي قال عفوت رفع أمره. فلذلك أن يقال هذا حقه بمعنى حق من سرق منه هذه فيها نظر. وضحت يا شيخ الأمين؟ بالنسبة للقصاص واضحة. قطع يد شخص فقطعت يده. هل يجوز أن نرجع يده بعملية جراحية؟ نقول ذات هذه القاعدة هذه تسلمها لك. لكن في مسألة السرقة أقول لا هذه فيها نظر. لأنه يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي أو إلى الحاكم أو إلى الوالي سقط حق المسروق منه ما عاد له حق. هذا قبل أن ينفذ حكم السرقة فيه من باب أولى بعد السرقة بعد أن تقطع يده. فالمثال الذي أودته في مسألة السرقة أو إعادة يده يعني من قطعت يده حدا في السرقة موضع نظر. نمشي؟ ولا لك أخرية؟ لا وجزاك الله. أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا.